تواصل معارض أهلا رمضان استقبال المواطنين لشراء جميع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان استعدادا لاستقبال الشهر الكريم. وفي المحافظات أكد عدد من المواطنين المترددين على المجمعات الاستهلاكية ومعارض السلع الغذائية أكدوا أن الأسعار بدأت تنخفض كثيرا داخل المجمعات الاستهلاكية. طبقا لتوجيهات القيادة السياسية احنا اشتغلنا السنة دي بدري علشان نقدر ان احنا نظبط جشع بعض التجار من معدوم الدين والضمير، فالحمد لله احنا شايفين الاسعار هنا بشهادة الناس هي الاسعار كويسة ومقبولة بالنسبة للناس. كمان كنا في نفس الاسبوع ده بنتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية، والحمد لله تأكدنا من ده من التموين، ورحنا كمان منافذ التموين اللي بتبيع السلع كلها، اطمن على وجود اللحوم، اطمن على وجود الدواجن، واطمن على وجود حتى مش رمضان باسعار كويسه جدا، وهو ده دور الدوله. توجيهات القياده السياسيه والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعمل معارض اهلا رمضان على مستوى كل المحافظات، واحنا هنا في الدقهليه بنفتتح المعرض الرئيسي في مدينه المنصوره، تخفيضات من 25 30% بالتعاون مع الغرفه التجاريه والسيد وكيل وزاره التموين. زي ما حضراتكم شايفين كل المنتجات موجوده ووفر، الاسعار بتاعتها منخفضه من 25 30%، والاهالينا في الدقهليه كلهم مبسوطين. والمعرض ده واحد من ضمن 16 معرض، في 15 تانيين هيتم عملهم او بالتزامن مع المعرض ده بتكون موجوده في مراكز المدن المختلفة في الدقهلية. وبقول لكل أهالينا في الدقهلية كل سنة وأنتم طيبين يا فندم. ده المعرض الرئيسي في محافظة الإسماعيلية اللي موجود في مدينة الإسماعيلية، بتوجد معارض فرعية أخرى بثمن بعدد 8 معارض في كل مركز، في معرض في بعض المراكز فيها معرضين زي فايد. ده كله في إطار إتاحة الفرصة للعارضين وتوفير أماكن لهم مجانا، إضاءة كهرباء مجانا، حراسة مجانا. بنحرص على أن يكون العارضين من تجار الجملة، من المصنعين نفسهم، بحيث أن احنا بنقلل حلقات التداول. التاجر بيعرض بأسعار الجملة، المستهلك مستفيد، التاجر مستفيد. طبعاً معرض أهرام رمضان ده بيقام سنوياً تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. طبعاً المعرض بيشمل جميع المواد الغذائية المخفضة، أسعار كويسة جداً. لو فعلاً المواطن الدمياطي نزل هيشوف فعلاً الفرق ما بين الأسعار اللي موجودة في المعرض وموجودة بره المعرض. الغرفة بتقيم المعرض دهوت في دمياط الجديدة برضه بمشاركة عارضين 30 ل 40 عارض. بنقدم خدمة تموينية، خدمة بضاعة حرة. احنا هنا كفرع هنا بنقوم بصرف السلع التموينية ونقاط الخبز، دي بداية في المنظومة الأولى. احنا بنقول ان احنا بنقدم زيت 800 مللي ب 20، الزيت 1 لتر ب 25، الرز ب 8 جنيه، سكر ب 10.5، سمنة 1 كيلو ب 24. كل حاجة موجودة هنا في الجمعية عادي، وأسعارهم جميلة جدا، وأقل يعني أقل من بره. أسعار في الجمعية هنا أسعارها حلوة وصغيرة وبسيطة وما شاء الله. مبادرة كلنا واحد، بس هنا أسعارهم جميلة بصراحة في الجمعية يعني، فالحمد لله يعني كله تمام. دون مجاملة، الجهد الكبير اللي بتقوم به الدولة في الفترة الحرجة دي وفي هذه الأيام الطيبة المباركة في إنها ترفع العبء عن كاهل المواطن البسيط والمواطن الكادح، لها جهد مشكور. وأنا شايف بأمانة وبصراحة إن كل المعروضات والأسعار مناسبة جدا. أنا شايفة إن هنا في عروض عن برة بكتير، والأماكن اللي فيها عروض الناس بتبقى في إقبال عليها عن برة بكتير يعني. الأسعار كويسة الحمد لله هنا هوت، الأماكن اللي هي زي كده، إنما برة طبعا الأسعار بتختلف.